السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الكرام حياكم الله. اليوم معنا رابط حجز موعد طبعا لإجازات العيد من معبر باب السلامة الحدودي. طبعا منذ قليل تم نشر التعليمات والرابط من أجل حجز لهذا الموعد طبعا، وإن شاء الله هناك 3 معابر أخرى، يعني راح يصير 4 معابر تفتح روابطها من أجل التقديم على إجازات العيد. طبعا راح نشوف معكم ايش هي الشروط والتعليمات بالبداية. بسم الله، تبدأ الزيارات بالدخول الى سوريا بتاريخ 5/7/2021 وتنتهي بتاريخ 18/7/2021 من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 5:30 عصرا. تبدأ العودة الى تركيا بتاريخ 25/7/2021 حتى 31/12/2021، يعني عندك 6 أشهر تقدر تاخذ إجازة، تمام؟ وآخر راح أخلي لكم أيضاً فيديو بث مباشر لإدارة معبر باب السلامة، تفصيل كامل، يعني شلون بدك تاخذ موعد إذا كانت المرأة حامل، إذا كانت مطلقة، هل يصير لأصحاب الإقامات، أصحاب الجنسيات، وكل تفاصيل الأمور هذا راح أخليك أيضاً بأسفل الوصف، مهم جداً تتابعه من أجل يعني اي سؤال بدك اياه راح تلاقيه بهذا الفيديو، تمام. الحجز سيكون عبر الرابط، طبعا الرابط القديم راح اخليكم ايضا اسفل الفيديو، حاليا لسه ما تم تفعيله، بس يتم تفعيله راح اكتب منشور او انزل فيديو كيفيه الحجز وتفعيله. سيكون الحجز للحاصلين على بطاقه كملك محدثه فقط رقم 99، يعني عندك كملك 98 ما يصير، لازم يكون 99، لن يسمح لحاملي الكملك القديمه او الاقامه او الجنسيه او اذن العمل بالعبور الى يعني طبعا بالعبور يعني الا الكملك حصرا. على العائله الواحده ان تحجز حجز عائلي واحد لجميع افراد العائله رقم الكملك متماثل للعائله، اما بالنسبه للافراد يكون حجزهم فردي. يعني العائله طبعا تحجز حجز عائلي، في حجز عائلي راح يكون وفي حجز فردي. النساء الحوامل يجب تثبيت حاله الحمل في تركيا قبل الدخول الى سوريا، رابور طبي يسلم لعنصر الهجرة مع اوراق الحجز عند الختم يتم تقييده لديهم. طبعا ما لكم من اجل كانت المرأة حاملة، طبعا كل التفاصيل راح تلقون في رابط المثبت باول تعليق مثبت ان شاء الله. طبعا ننتقل بعدها، التأكد من ان الكملك فعالة قبل الحجز، وكل من تكون الكملك الخاصة به متوقفة بسبب تخريج سابق كود في 78 او محاكم لن يسمح له بالعودة الى تركيا. يعني اذا كان عليك هذا الكود في 78 بس تطلع، تمام، ما راح تقدر ترجع ابدا الى تركيا. الاطفال دون 18 يجب ان يكونوا برفقة الاب او الام او وكالة من احدهما للاخر في حال سفرهم مع احدهم، وفي حالة وفاة احدهم فيطلب شهادة وفاة، واذا كان الاطفال برفقة احد اقربائهم يجب استحاب وكالة من الوصي الشرعي على الاطفال مصدقة من النوتر في تركيا. يجب الحصول على إذن سفر داخل التنقل بين الولايات ليتمكن من الوصول إلى معبر دون أي إشكالات، يعني لازم يكون عندك إذن سفر من أجل الذهاب إلى المعابر، ما يصير من دون إذن سفر. وأيضا التأكد من البيانات في الحجز ومطابقتها مع الكملك، طباعة الحجز الإلكتروني واصطحابها مع الكملك أثناء الحضور المعبر التركي من أجل الدخول إلى سوريا، يعني بعد ما تحجز تطبع الورقة وشوفهم إياها من أجل العبور، ويعني أهم شغلة هاي. التأكد من ختم الحجز في المعبر التركي لدى الآفاد والشرطة البوليس التركي، وكل من يدخل سوريا بدون ختم لن يتمكن من العودة. يا شباب ضروري انه وقت تفوت تختم الأوراق لازم تتأكد من عليها الختم، إذا ما عليها الختم ما راح تقدر ترجع إلى تركيا، تمام. لذلك الرجاء التركيز جدا بكل خطوة من أجل يعني تفادي أي مشاكل. يتم الدخول إلى الجانب التركي من الباب الخلفي نفس طريقة في الزيارات السابقة، ويتم ختم الحجز آفات وهجرة، ثم تقوم الباصات السورية بنقلكم إلى الجانب السوري مجانا، يعني في باصات راح تنقلكم إلى الجانب السوري مجانا، ثم يتم ختم الحجز بالجانب السوري، وبعدها يتم نقلكم إلى كراج سجو المحطة الأخيرة. لا يشترط أخذ لقاح كورونا للدخول إلى سوريا، وإنما الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، يعني مو ضروري كل أنت أخذ اللقاح من أجل الحجز، لا ما بأي مشكلة من هذا الأمر، بس كمامة وتباعد اجتماعي. تنبيه هام، نعلمكم أنه لن يسمح لأحد بالعودة إلى تركيا إلا حسب الحجز المحدد من قبلكم مهما كانت الأسباب. يعني أنت حاجز مثلا بتاريخ كذا
ما يصير ترجع قبل التاريخ او بعده مهما كان السبب. تمام، تقول مثلا صارت لازم على حاله وفاه، حاله اضطراريه، حاله اي شيء، ما راح يتم قبول اي سبب. يعني فرجاء الالتزام بموعد الذهاب وبموعد العوده من اجل عدم مواجهه اي مشكله. تمام، وهسه نروح على الرابط اللي هم ذاكرينه. طبعا الرابط هذا الرابط، تمام، راح اقوم بفتح الرابط حاليا مع ارباب السلام. حاليا ليس متاح اخذ موعد، يعني لسه ما تم تفعيل الرابط، ان شاء الله بالساعات القادمه راح يتم تفعيل الرابط، وجميع الروابط راح يتم ذكرها ان شاء الله من قبلنا، وطريقه الحجز باذن الله تعالى بشكل مجاني. طبعا لا تتعامل مع اي سمسار مهما كان، لا تتعامل مع السماسره من اجل سلامه معلومات الكملك ومن اجل عدم استغلال. يعني هو الحجز مجاني والطريقه سهله ان شاء الله راح يتم ذكرها، بس اهم شيء تاكد منك مفعل جرس الاشعارات من اجل وصول الفيديو، وقد انا راح انزل شرح بهذا الامر. طبعا احنا طولنا هذا الفيديو من اجل توضيح الامور الهامه. تمام، اهم شغله لا حد يعطي معلومات للسمسار، راح تكون طريقه الحجز راح اشرحها بشكل بسيط ومن دون اي مشاكل، وعن طريق الجوال ايضا. تمام، واذا عندك اي سؤال او استفسار حط لي بالتعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.